السلام عليكم، صباح الخير وسلام للجميع. في البداية طبعا حابب أشكر الدكتورة ربا فلاتة اللي دائما بتعطينا معلومات مهمة للقادمين الجدد واللي موجودين في كندا عشان نعمل منها فيديوهات. دعمها ودعمك دائما مهم لهذه القناة عشان توصل المعلومات الصح للناس كاملة والناس تكون منتبهة. اللي في ناس كتير بتسألني ليش ما بتوصلني كل الفيديوهات تبعتك، لأنك مش عامل سبسكريبشن ولا حاطط الجرس تبع التنبيهات. اعمل هيك عشان توصلك كل جديد. واليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا، طريقة نصب جديدة. ححط لكم الرابط تبع السي تي في تبعها او الاخبار تبعتها. في سيدة من السيدات اجاها مسج من شركة روجرز اللي هي مشتركة معها بالتلفون، بيحكي انه بدهم ينقلوا تلفونها من شركة لشركة. طبعا في كندا، اللي بعرفش في كندا بتقدر تنقل رقم تلفونك من شركة لشركة دون ما تخسر التلفون، يعني بيضل رقم التلفون معك حتى لو غيرت الشركة. في بعض الدول لا، رقم التلفون بروح، لازم تغير التلفون. لا، في كندا هذا التلفون ملكك الخاص، الرقم ملكك الخاص، تقدر تنقله من اي شركة لأي شركة اخرى. اللي صار انها اتصلت في شركة روجرز خلال فترة بسيطة، كانت حوالي 10 دقائق او 20 دقيقة كانت على الخط، انقطع الخط، فمعناها انهم اوريدي نقلوا التلف رقم الهاتف بدون علمها لشركة ثانية. كيف نقلوا رقم الهاتف؟ طبعا يكونوا داخلين على الاكاونت تبعها. المشكلة اللي صارت انه عن طريق هذا الهاتف معظم الناس بتعمل اوثنتيكيشن لمثلا البنك او شغلة. الاوثنتيكيشن معناها بوصلك رسالة على رقم الهاتف انك انت الشخص نفسه هذا اللي بدك تدخل على الاكاونت، فبتأكدوا انه اذا بتغير الباسورد او اشي بيبعتوا لك رسالة على رقم تلفونك. فاللي صار انه رقم تلفونها صار مع الهاكرز وعم بدخلوا على اكاونتاتها وبغيروا الباسورد. طبعا بعد كنه 24 ساعة روجرز ردوا عليها وقدروا انهم يرجعوا تلفونها، بس كانت قد خسرت كثير. لما تواصلت مع روجرز قالت لهم مين المسؤول عن الموضوع، قالوا لها انت، احنا مش مسؤولين عن هذا الموضوع. فانتبهوا انتبهوا انتبهوا، اذا وصلكوا اي اشي زي هيك لازم دايركت تتصلوا بشركة الاتصالات وتقولوا لهم stop any portation، وقفوا اي واحد بده يغير، مش انا اللي عم بسوي. التلفزيون بيحكي انه لحد الان ما في قوانين في كندا تقنن هذا الشيء، فالشيء الوحيد اللي بتقدر تسويه ويمكن يساعدك انك تتصل مع شركة التلفون تبعتك او شركة الاتصالات تبعتك وتقول لهم ما تنقلوا تلفوني لأي شركة تانية بدون ما تتصلوا فيه مباشرة. عادة هاي بتصير اوتوماتيك، يعني بدون ما تتصل بس بتعطيهم رقم تلفونك وفي رقم اوثنتيكيشن اللي هو اكاونت نمبر وخلص وبنقلوا التلفون. فانتبهوا. واتوقع يعني انا هيك توقعاتي انه هي مثلا واصلها فاتورة تلفون وكباها بزبالة، وطبعا في فاتورة التلفون بكون موجود رقم الاكاونت تبعها. قد يكون هذا هو، هذا طبعا تخمين مني، لانه كيف عرف الهاكرز رقم تلفونها والاكاونت نمبر. لكن حبينا نحكي عن هذا الموضوع عشان تنتبهوا كتير وتكونوا حذرين. وصباح الجمال وصباح الحلاوة، وهينا احنا الان في موسم لسه تلج برد زي ما انتم شايفين. الحمد لله الجو مشمس، لكن درجة الحرارة بارد كتير. اليوم اتوقع 31 مع عامل الرياح تحت الصفر، برد. ديروا بالكم، اعملوا سبسكرايب شير لان الموضوع مهم، ومواضيع النصب ما بشعر فيها الانسان غير لما يقع فيها نفسه، فاحذر قبل ان تقع في هذا هاي عمليات النصب، وحذر الاخرين. ان شاء الله رب العالمين تكونوا بصحة وخير وسلام. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.